مرحبا، أهلا وسهلا فيكم على قناتي. إن شاء الله تكونوا دائما بخير. اليوم رح نعمل البرازق السوري، رح نشوف المقادير سوا. أتمنى تتابعوني. المقادير: مثل ما شايفين عنا نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات يعادل 3 أكواب، عنا كوب سمنة مذابة يعادل 250 جرام، وعنا كوب سكر يعادل 200 جرام، ونص كوب ماء يعادل 100 ملي، ربع كوب قطر يعادل 100 ملي، عنا سمسم تقريبا 300 جرام. عنا أول شيء لتتبيل السمسم عنا ملعقة كبيرة سكر، وعنا ملعقتين كبار قطر، وملعقتين كبار ماء، فستق حلبي للزينة حسب الرغبة. وهلأ رح نحضر البرازق سوا. نحط الطحين وننزل عليه الزبدة، فينكم تحطوا سمنة بس يفضل زبدة تكون نوع ممتاز حتى تعطينا نكهة طيبة. نفركهم منيح سوا حتى يتجانسوا مع بعض، حتى تتشرب الزبدة للطحين، ونضل عم ندعكهم هيك لحتى نوصل للنتيجة اللي نحنا بدنا اياها. هلأ هيك مثل ما شايفين، بس صارت معكم هيك يعني خلاص ممتازة هيك، يعني وقفوا فرك واتركوها على جنب. نجي لهون هلأ منحط السكر، نكوب السكر والماء والقطر، نص كوب القطر. القطر بيعطي قرش للبرازق. نخلطهم منيح، وهلأ من نضيفهم فوق الخليط اللي عملناه الطحين والزبدة سوا. هلأ مننزل الماء، السكر والمي والقطر، وبندعكهم ونفركهم منيح. تعال هلا رح تشوفون مراق بعد ما بنعجنهم منيح، بس مو غلط، ما تفكروا انه العجين صار فيها انه ما زبطة معنا او شي. هلا بنحطها هيك ونظبطها، نحط عليها النايلون ونحطها بالبراد مدة نص ساعة تكون جاهزة معنا. هلأ بنجي نخلط السمسم، نجهز السمسم عشان نطبق البرازق. نحط سكر، معلقتين سكر كبار، نخلطهم منيح. ما يبين السكر، هلأ منضيف القطر، معلقتين قطر. هو القطر بحطوه عشان يمسك البرازق وقت المنا نضغط القرص البرازق على السمسم بشان يلزق. هلأ رح تشوفوا أكيد كيف أنا رح أعملها، طريقة سهلة كتير وبسيطة وأكلة طيبة. هلأ منضيف شوي مي، هاي المي عشان تمسك مع بعضها. هلأ نجرب، إذا ضغطنا عليها بإيدنا هيك لسه بدها مي، كمان نضيف مي، يعني تقريبا الإضافة رح تكون شي 3 معالق مي كبار. هلأ نريد نجرب، هلأ هيك ممتاز، يعني لازم يلزق السمسم على راحة الايد، هيك يكون عنا كل شي تمام. نرجع على العجينة نطلعها من البراد، شايفين كيف قاسية؟ شربت كل المي. جندت مضبوط معنا. هلأ بنتركها شوي شوي حتى تفك معنا. عجينة ممتازة. هلأ بنفردها على طاولة العمل. بنقطعها حسب الرغبة،
بس يفضل يكون القرص البرازي رقيق لأنه أطيب بيعطي قرش. طبعا هذا بيعود رغبتكم. هلا أنا هيك رح أقطعهم، شايفين؟ بنجهزهم، يكون هيك مشي عنا سهل، صار أكلي سهل كتير وطيبي مع فنجان قهوة أو كاسة شاي. ونضغط عليها، ملكة بالفستق الحلبي شوي، نضغط عليها بالسمسم. شايفين كيف لزق السمسم؟ هاي الطريقة اللي عملناها، هيك بيزبط معنا. تحت رح تكون فستق حلبي ومن فوق سمسم، وإذا ما في فستق حلبي مو ضروري، بس من الوجه سمسم كمان طيبة. نضغط ضغطة صغيرة ونروح على السمسم، كمان نضغط ضغطة صغيرة، كمان شايفين محلاها؟ بس تستوي، شوفوا الطعم. هيك نكون جاهز الصينية معنا، خلصنا البرازق، نروح على الفرن نحطها على درجة حرارة 180 تقريبا، تاخذ لها 3 ساعة، وإذا في مروحة بالفرن بيكون أحسن. وهيك بتكون صار معنا جاهز البرازق. بتمنى تجربوه، كتير طيبة، ورمضان كريم، وترقبونا بأكلات رمضان. باي.